خلونا دلوقتي نستقبل ماهر جنينة، كابتن ماهر جنينة، محلل الكرة الإفريقية. مساء الخير. مساء الخير عليك يا مها وعلى كل مشاهدين قناة الزمالك. بشكرك جدا. عايزين نعرف ايه القرارات الأخيرة من إقامة كأس الأمم؟ أكيد يعني في الفترة الأخيرة تحديدا منذ شهر أكتوبر بدأت الأخبار تطلع في وكالات الأنباء وفي الصحافة العالمية وتحديدا في الصحافة الأوروبية إن الكاميرون غير جاهزة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا تمام. العام المقبل في يناير، وعلى أثر ذلك بدأت بعض المناوشات داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تمام. أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء ورؤساء الاتحادات القارية بعضهم كان موافق على إقامة البطولة والبعض الآخر كان مايل إلى قرار أنفانتينو اللي هو بقى إيه؟ أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة تمام. القدم كان عايز البطولة تتنقل خارج الكاميرون واقترح إقامتها في قطر وتكون بروفا استعدادية لقطر قبل كأس العالم، ثم بعد ذلك اقترح اقتراح آخر وقال إن البطولة تتلعب في موعد آخر غير يناير بسبب المشاكل اللي هتلاحق اللاعبين المحترفة في أوروبا وإن الفرق الأوروبية بتضغط بشكل كبير على الاتحاد الدولي لكرة القدم إن هم مش هيقدروا يفرطوا في اللعيبة الأفارقة الوقت ده، وتحديدا الفرق الأوروبية قوامها معظمه من اللعيبة الأفارقة. بدأت المشاكل تظهر وأحداث كتير ظهرت في الساحة الأخيرة كان آخرها بيان من الاتحاد الأفريقي بيقول إن الكاميرون غير جاهزة للتنظيم. الكاميرون على طول تحركت بشكل كبير جدا، طلعت بيان وقالت إن هي جاهزة وخلصت كل الملاعب وكل الطرق وكل الاستادات وأصبحت بالفعل جاهزة للبطولة. حصل اجتماع آخر يعني بعد نهائي البطولة العربية في قطر، كان حضروا رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، معظم الناس في اللجنة التنفيذية كانوا شايفين قرار رئيس الاتحاد الدولي بنقل البطولة أو إلغائها قرار صائب، وبعض الناس وقفوا مع رئيس الاتحاد الأفريقي. رئيس الاتحاد الأفريقي توجه على الفور إلى الكاميرون أو الأمس وأعلن من هناك أن البطولة لن تخرج عن الكاميرون، واليوم بعد اجتماع اللجنة التنفيذية الاجتماع اللي كان عن طريق الزوم قرر باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي بإقامة البطولة في الكاميرون، وده فعلا حق مشروع للكاميرون هي تنظم البطولة وانتصار كبير يعني انتصار على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللي هو بيعارض إقامة بطولة مش داخل القارة بتاعته، وانتصار حتى على رئيس الاتحاد الدولي اللي كان رافض إقامة البطولة والحدث الأهم للقارة الأفريقية. يعني صامويل إيتو انتصر في إقامة البطولة، في صراع الإقامة للبطولة. باتريس بونتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي هو اللي انتصر ومعه صامويل إيتو. ممكن لو كان موجود رئيس أي اتحاد يعني رئيس اتحاد افريقي اخر غير باتريس موسيبي كان دور ايتو كان ما كانش هيحصل اي حاجه يعني كان هينفذ اوامر الفيفا، لكن صامويل ايتو انتصر مع رئيس الاتحاد الافريقي في اقامه البطوله في الكاميرون ان شاء الله في يناير العام المقبل. استاذ ماهر جنينه، محلل الكره الرياضيه، بشكرك جدا على وجودك معايا عبر الهاتف. بشكرك جدا.